السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا واحد الفيديو غادي نبارطاجيه معكم، واحد لا كوموند غادي نقسمها على جوج باش ما يجيش الفيديو طويل. لحقاش واحد السيده كانت تقدس من عندي الحسه الفلاليه وتقدس من عندي بديل التحاميل، وقالت لي والو صالحه عافا بنتي الله يرضي عليك، انا جربت الحسه ديالك وجربت البديل التحاميل اللي جربته البنت ديالها، قالت لي واعرين، قالت لي عافاك الا ما وجدي لينا شويه الفقاص وشويه ديال الغريبه. اش غنقول لكم، يعني جاتني من كلامها واحد الانسانه اللي ما نقدرش نقول ليها لا، وقررت انني ندير ليها هاد لا كوموند هذا، وقلت علاش لا غادي نصور هاد البنات ونبارطاجيها معكم، وغندير واحد الفقاصه رائع رائع. فقاصه البنات خطير، بحال تقولي ما عمرك ما صايبتي الفقاص غتولي تصاوبيه من اول. صباح الخير، صباح النور، شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، وبداية سنة موفقة ندخل عليكم باللي تمنيتوها إن شاء الله يا ربي، بالسعادة والتيسير والرزق والخير، ويفض عليكم الخير إن شاء الله. مهم إحنا راه كنا كنفطرو، تجرج الإعلام قال لها يلا صافي هبطات، خلات الفطور وهبطات، داروا خبيات وداكشي ولكن ما فطروش في خاطرهم الصراحة. وكنت كنصور في انستغرام وكنبارطاجي مع البنات ديالي اللي في انستغرام، اللي كنشكرهم بزاف انهم متبعيني في انستغرام وكيشوفوا اليوميات ديالي، ولا حتى نتوما بغيتو كنتو انتريسي باش تدخلوا عندي الانستغرام تشوفوا اليوميات ديالي، كنبارطاجي شي حاجه مره مع البنات، دخلوا الانستغرام ديالي غادي تلقاوه في اول تعليق، مرحبا و الف 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 مرحبا. وبغيت نبارطاجي معكم خصوصا البنات اولا السيدات، راه حنا معروفين يعني المغاربه الديور الكبار، كاين هكا كاينين العيالات اللي عزيز عليهم يكون عندهم مثلا الخزين، حنا معروف علينا الخير، يعني فين ما كتدخلي كتلقاينا خازنين شي حاجه بحال زيت بلديه، زيت ارغان، املو، العسل الحر، كتكوني شويه العسل الحر خازنه مطمره عليه، دايره للزمان، دايره للمرض، دايره لبزاف الحوايج، دايره للدواء. ايوا الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. داكشي علاش انا قلت والله تنبارطاجي مع البنات هاد لا كوموند هادي اللي جاتني، جاني زيت عفوا جاني ماشي زيت ارغان، جاني املو والعسل الحره. عرفتي راه اش غنقول لكم، اصلا جاوني جوج بواطات ديال الشهده ديال العسل الحر ديال الدغموس. مال ولدي مالو، اجي اجي عندي، اجي طاح، اجي اجي وليدي، اجي عندي، اجي خويا، اجي وليدي، اجي زلقو، اجي عندي واجي نبوسك. صافي صافي، ملي بقى كيبكي اذا تقصح وليدي حبيبك ويلي تي فين هنا هنا صافي ما بقاش ديدي ما بقاش. يلا سير سير تفرج شنو الطياط وما تبقاش دير البساله باش ما طيحش. قولوا لحتومي بصحه الحسانه، عرفتوا ملي كنخليو ليه شعرو كبير كيطوال كيولي راسه مكور. هو عطيتك بيضه، عطيتك بيضه ولا لا؟ عطيتها لك هذا، عطيتك هذا وعطيتك بيضه وعطيتك كل شيء. يلا سير ماما، سير اخوتك، سير اخوتي، سير يلا وسير، يلا وسير، نكمل نكمل مع البنات. عافا وليدي نعطيه ليك املو، انا نصاوب لك واخا تاكلو. لا لا ماشي هنا، هنا زعما نبرك هنا، بغيتي تبرك هنا ونعطيك حتى الاول، حتى الاول اخويا. يلا برك ماما، برك انا نصاوب لك دابا. كيف ما قلت لكم البنات سمحوا لي، راكم عارفين الدراري الصغار وهذا الشيء. الزيت الزيت وانا باقا نقول عف الزيت، املو عندها واعر، صيفطات ليا ديال اللوز وديال الكاوكاو وديال الشوكولا، كيكون فيه حتى هو اللوز وزيت ارغان والشوكولا، عرفتو واعر، ها هو مكتوبه املو بالارغان والشوكولاته واللوز، هذا خليته هو الاخر حيت عرفت راسي باغا ندير ختامها مسك، واعر بنين بنين بنين. تقدري تاخدي من عندها اللي بغيتي، انا غنحط لكم النمره ديالها الا بغيتوها هنايا، تواصلوا معاها كتصيفط السلعه في اي بلاصه في المغرب، اي بلاصه في المغرب تجيك السلعه ديالك حتى لباب الدار، ما نكثرش ليه باش ما يجلخش. حاتم عجبو بزاف، كيقول لي كل نهار بغاو نفطرو به ولا الكوتي، تيقول لي حيت عطيتو ليه المره الاولى وعجبو،
وحنا البار كاين اختي ملي بغى ياكلوا لينا يفتح ليه الشهيه. انا ولدي ها هي اتاي واخ شتي شتو الوليدات عندنا حنا يتشرطوا علينا. هانا ماما هانا صافي نبردوا ليك هنا على هاد العطاب. نتوما راكم حاتم راه ولدكم راه عارفين اش كاين غاديش يتقال لكم على قلبكم ياك حاتم. برد الولدي يلا ذوق واش برد مزيان. وحاجه اخرى اللي بغيت نبارطاجيها معكم حنا فاش كنا مراض راه عتقنا غير العسل ديال هاد السيد. الناس اللي كيبغيو العسل الحره وما كيعرفوش عاد من يتقداو. ها انتم اخوتي شوفوا الشهده ما شاء الله شوفوا الشهده كي دايره كي دايره وكي دايره شوفوا شوفوا واعر واعر واعر. هذا راه كنا كناخذو هكا حنايا اللي داز يهز بالمعلقه غير. هي البنات حاولوا تشوفوا معلقه ديال العود احسن كان احسن. شوفوا اخوتي البواطه الاولى ساليناها بقات هادي. بالنسبه للناس اللي باغيين يدوزوا لا كوموند ديالهم عند هاد السيده مرحبا بكم دوزوا عندها لا كوموند ديالكم راه ظريفه كيديروا دي بروموسيون زوينين. دخلوا عندها لا باج انستغرام وتقدوا من عندها. الناس اللي كيخافوا يشريوا العسل من عند شي واحد ويخافوا انه يكون مزور ها انتم اخوتي انتم الناس اللي عارفين في العسل هما غادي يشوفوا من الشوفه غيعرفوا. يا الله اخوتي انا حنا غنكملوا الفطور ديالنا دابا وغادي ندوزو باش نبارطاجي معكم الفقاص. ودابا غندوزو للمعقول وغادي نبارطاجي معكم المقادير وبغيتكم المقادير يكونوا مضبوطين. عندي هنا جوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت او زلافه ديال الزيت. عندي 8 ديال البيضات يكونوا قد قد. عندي جوج كيسان ديال السكر سنيده او زلافه ديال السكر سنيده. عندي جوج كيسان ديال اللوز ما يكونش يكون خضر يعني خضر ما محمر ما مرقد ما والو. عندي زلافه اولا جوج كيسان ديال الجنجلان يكون محمر ما يكونش محمر محروق لا يكون غير محمر. عندي الملح اللي هي ضروريه خاصها دار وخاصها دار بزيد باش تخرج لينا المذاق ديال الفقاص. عندي جوج ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلويات. وعندي جوج ديال الساشيات ديال الفاني بنكهة زهرة البرتقال. أنا كنقولها ونعاودها بنكهة زهرة البرتقال. وعندي نص كاس ديال الماء زهر راهو الماء زهر فين شفتوه. ودابا غادي ندوزو للطريقة واللي هي الأهم من هاد الشي كله وهو أنك كلشي كتجمعيه وطحنيه في الطحانة ما تخلطي ما تضربي تمارة ما تسخفي ما والو. الخلاط الكهربائي وتعالي تفرجي ليا في الفقاص. بزاف ديال البنات يقول ليا كنديرو الحلاوي كاملين وكنديروا شحال من حاجه وكل شيء الا جيتينا في طياب وفي كل شيء ولكن راه كنجيو حتى الفقاص وراه كيفقصنا. شوف اختي جربي هاد الطريقه هادي اللي كاينه وتعالي ردي عليا الخبار. علاش قلت لكم الملح بزيد كندير كل شيء البيض السكر الزيت ساشيات ديال زهره البرتقال كنضيف المزهر وكنضيف الملحه هنا في هاد المرحله هادي وكنطحن كلشي كلشي كلشي. خاصو يتحل المده ديال 4 دقائق حتى كيولي الخليط ابيض ماشي غير هكا ينسجم وهذا وتقولي لا. تبعي الخطوات عافاك وتبعيني اش كنقول لك باش يجيك النتيجه تجيك زوينه وبلا ما تقولي لي لا راه ما صدقش ليا. راه الا ما تبعتيش الطريقه راه ما يصدقش لك بطبيعه الحال. كلشي انا ما غنديرش في قصريه غادي ندير في هاد البواطه هذه ديال البلاستيك. علاش باش ما نترونش في الخدمه ملي تكوني شاده كوموند حاولي انك تفكري انك ما ترونيش مع راسك في الخدمه وتبقاي تسرحي داكشي في القصريه والدقيقه يلصق ليك. خدي شي بواطه من نوع هاد البلاستيك ديال تركيا راه ما كيلصقش فيه الدقيق واخا العجينه ما كتلصقش فيه. هنا نسيت ما بارطاجيتش معكم عندي واحد 3 المعالق ديال النافع يكون منقي مزيان بطبيعه الحال وبيكون مصهد شويه باش يطلق المذاق ديالو. من بعد غادي نحتاجوا للدقيق ما قلتش لكم شحال الكميه لان كل واحد كيدير الكميه ديالو ولكن غنقول لكم انا شحال درت. انا هنا درت تقريبا كيلو ديال الدقيق زائد جوج كيسان ديال الدقيق يعني كيلو زائد بحال تقولوا كيلو ربع. تقدري انتي تلحقي الكيلو ربع تقدري لا. هنا انا كنخوي نصف الكميه وكنخوي معها ساشيه ديال الخميره ضروري من هاد المرحله
وكنخلط غير بالعود الخشبي. شفتوا راه ما كنجلخ راسي ما حتى شي حاجه، دي اسهل حاجه. من بعد ما كندير الكميه الاولى كنزيد الكميه الثانيه لحقاش الفقار ما كيبغيش يجي قاصح. الا جات العجينه قاصحه اختي عولي على راسك، غتهرس لك في الفران، غتشقق لك، وملي غتجي تبغي تقطعيه غادي يعذبك في التقطاع وغيتهرس لك كله. دائما العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخيه. كانت قاصحه غيتهرس ليك الفقاص، كانت مرخيه غادي يسيح لك في الفران وغادي يولي سايح، يعني ما غيبقاش داك الهيبه ديال الفقاص. الفقاص انتم غادي تشوفوا هذوك هاد لي بودان ديال الفقاص اللي انا كندير فيهم، تشوفوا كيفاش كندير ليهم، وكنهز ونخبط، كنهز ونخبط باش ما يجينيش الفقاص خاوي من الوسط. شفتوا كيفاش انتي كتحربلي وكتهزي وتخبطي تهزي وتخبطي باش ما كيجيكش الفقاص خاوي من الوسط. بغيتوا تقسموها على 6 ممكن باش تحكموا فيها بالنسبه للبنات اللي كيبغيو فقاص صغير. انا بغيتو فقاص شي شويه يكون كيف ما قلت لكم عليه الهيبه، يعني مهيب صافي. وكتاخذوا واحد الطاوه اللي مفرشه بطبيعه الحال بورق الطبخ، وكتسرحوا لي بودان ديالكم، شويه ديال الخل مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان مع بيضه كامله ماشي مع صفار، راه كتضيعوا ريوسكم في ديك البيضه، ديروها كلها لان اصلا كديروا القهوه سريعه الذوبان راه كتعطي اللون. هنا كندهن كل شيء، الدهنه الاولى وكنرجع عاوتاني للبودان الاول وكندهن الدهنه الثانيه. ملي كندهن كنزين، بغيتو تخليوه سامبل خليوه سامبل، بغيتو تزينوا بحالي انا تذوقوا ذوقوا. دابا غادي نوصلوا للفران. الفران البنات خاصو يكون بارد، ما يكونش سخون نهائيا. مثلا تكوني مطيبه فيه الخبز وباغا طيبي الفقاص، لا طيبي الفقاص هو الاول عاد بغيتي طيبي الخبز، حيت الفقاص كيبغي الفران يكون بارد. هنا انا جيت بغيت نقص طافيه كاع، ولكن العافيه خاصها تكون مهيله شمعه شمعه. هاد الفقاص البنات انا راه ما جلستش عليه ليله كامله كيرتاح، لا خليته كيرتاح تقريبا واحد 45 دقيقه، نقول لكم نص ساعه حتى 45 دقيقه، حطيته كيبرد مع الحال بارد دغيا شديه في راسو. وهانتوما خوتي ما كيتهرس ما حتى شي حاجه، فقط الموس خاصو يكون ماضي، ماشي تجيبوا شي موس سخفان حتى هو، لا الموس خاصو يكون ماضي ولا السكين باش ما يحشمكمش في التقطاع وينزل على الفقاص نزله وحده. شفتوا اخوتي كي كيجي مسوس من الداخل، كيجي متقب ومسوس من الداخل وعليه الهيبه. كيف ما قلت لكم اللوز ابدا واش ديروه يترقد في المظهر نهائيا، ما ديروش هذا الغلط. واخا تشوفوها فين ما شفتوها ما ديروش هذا الغلط، اللوز خليوه هكاك طري، ما ترقدوه ما حتى شي حاجه. علاش؟ اللوز الا رقدتوه كيشرب داك المزهر، وبالتالي ملي كتعجنوه وملي كتدخلوه الفران كتبغيو تحمروه كيجيكم اللوز ازرق، كيزرق. فهمتوا كيفاش؟ الا درتو هاد الطريقه اللي درت انا وما رقدتوش اللوز كيبقى لكم اللوز مقرمل وبيض وعاطي العين. نتوما غتشوفوا في الاخر ملي غادي يطيب الفقاص وغيتحمر وتشوفوا اخواتاتي كيفاش غادي يجي. هنا كيف ما قلت لكم كنبقى حتى كنكمل لي بودان ديالي كاملين، انا بغيت نكمل هادي بالعين باش تشوفوا بان ما كيتهرسش نهائيا وكيجيك يعني عظمه على عظمه يا سيدي. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، سيروا خذوهم من صندوق الوصف وجربوا ديروا نتوما غير نصف الكميه وتوكلوا على الله بالنسبه للبنات اللي باغين يبيعوا ويشرو. بالنسبه للثمن البنات انا راه ما كنبغيش نقول الثمن، علاش؟ لان كيجيو بزاف ديال البنات وكيبقاو يقول لك لا وهذه وهذه. كيفاش شفتوا البنات ها نتوما انا راه كملت الفقاص، باقا شي حاجه كطيب ان شاء الله حتى هي غادي نجمعها، ولكن ما غنجمعش هذا الشيء دابا، نخليه حتى يكمل ويدفى عاد باش غنديرو في شي بواطه ونسد عليه ونخليه. لحقاش مازال تابعني واحد لا كوموند اخرى ان شاء الله غتكون في الفيديو الجاي، مبغيتش نقوي عليكم الفيديو. علاش قلت لكم اللوز ما خاصكمش ترقدوه؟ كما قلت لكم هاد السيده هادي بغات الفقاص وبغات واحد الحاجه اخرى غادي نبارطاجيها معكم في الفيديو الجاي، كتحماقوا عليها وصعيبه باش دار وكتجيكم صعيبه كي معايا انا، حتى حاجه ما تجيكم صعيبه. كانت قداتو عندي هي وهاد بديل التحاميل اللي بقى، هادو هما اللي بقاو، هادو هما اللي بقاو الحمد لله. دابا غادي نعاود نديرو سلعه اخرى، علاش قلت لكم راه السلعه ما كتبقاش لينا البنات ما شاء الله راه ما كتبقاش
فكديري سلعه زوينه راه ما كتبقاش صافي اللي بغيت تقدا راه كيعاودي تقدا. واحد السيده كانت خدات من عندنا بديل تحاميل وعجبها وقالت لي صالحه هذاك بديل التحاميل ماكلته قاصحه ولكن في المفعول ديالو واعر كيجي في الماكله شويه قاصح راه ما تقدريش، ولكن قالت لي شوفي انا ملي شفت النتيجه ديالو صافي قالت لي نعاود ناخذ مره اخرى حيت بغات عاوتاني، لان بديل التحاميل كيف ما قلت لكم كيصلاح المناطق الانثويه، بغيتي ديري لي اونش بغيتي ديري صدر بحال هكا يعني كيدير فقط المناطق الانثويه، وهو مصاوب بالتمر يعني الاساس ديالو بالتمر وفيه بعض المكونات. الحسن الفيلاليه بلا ما نعاود لكم عليها فبزاف ديال الفوائد، فقر الدم، المعده اللي كتقهروا المعده، اللي عنده بوم زوين، اللي عنده حرقه المعده، اللي كيضروا المصران، اللي ما تيغلاطش يعني ما تيغلاطش، البنات اللي يعني كيعانيوا من النحافه باغيين ينحفوا باغيين يغلاضوا كلهم عليكم بالحسه الفيلاليه. بغيتوا فقط غير المناطق الانثويه عليكم بديل التحاميل، وهذا الشيء اقسم بالله العلي العظيم ما فيه شي حاجه ديال الغش وكيبقى التقليد عليا انا، ما فيش شي حاجه ديال فارماسيان، ما فيش حاجه ديال شي حاجه دي برودوي فارماسوتيك، ومن غشنا فليس منا، والواحد ملي تيكون معقول راه تيطول الحمد لله. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي يمكن لكم دو